السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مسمن معمر على شكل سيجار بطريقة سهلة وسريعة التحضير، ماشي بالطريقة المعتادة. فنتمنى أنها تنال إعجابكم. ما تنسوش نوصل الفيديو إلى 500 لايك، وأيضا نشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو. هكذا نمشي لطريقة التحضير. وعلى بركة الله غادي نوجدوا حشوة ديالنا اللي غادي نحتاجوا لها بصلة كبيرة مقطعة على شكل مربعات، غادي نخليوها تنزل تماما في زويتها، ومن بعد كنضيفو نصف فلفل اخضر حلو مقطع الى مكعبات صغيره، وكنضيفو تقريبا واحد صدر دجاج اللي كيكون مطحون بحال اللحم المفروم. كنضيفوه للخليط ديالنا بالنسبه للكميه فعاله حسب الاشخاص. وكنضيف من بعد واحد الجزرة محكوكة، ومن بعد كنضيف واحد الكمية قليلة من الزيتون الأخضر تقريبا واحد 10 حبات اللي كنكونوا مقطعينهم على شكل رقيق جدا، فكنضيفوه للخليط ديالنا. ومن بعد كنضيفو الصوجة على حسب الذوق، ومن بعد كنضيفو شوية ديال الهريسة، أيضا يمكن لكم تستغناو عليها على حسب الذوق. كنضيفو رشة من الثوم بودرة، وكنضيف زوج ملاعق صغيرة من البابريكا، والقليل من الإبزار اللي هو الفلفل الأسود، وكنضيف رأس ملعقة من توابل الكاري اللي هي توابل هندية. بالنسبة لهاد التوابل إلا بغيتو تكون النكهة ديالهم عاطية أكثر ونكهة زوينة، فغادي تحيدو البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر الحلو، وكتعوضوه بالمعلقة صغيرة من الكاري، كتجي نسمة رائعة ومغايرة. غير في التوابل غادي نقدو نبدلو من النسمة ديال الحشوة ديالنا، وكنضيفو الملح على حسب الذوق. كنحركو الكل جيدا غير كيتخلص من الماء الزائد وكنخليوه جانبا. بالنسبة لعجينة المسمن فسبق لي وحضرتها لكم في المسمن المعمر في الفرن، فغادي تمشيو للفيديو غادي يظهر لكم في الشاشة وتشوفوا طريقة تحضير العجينة ديالنا في الوصفة ايضا الى مازال ما شفتوهاش. فغادي نسرح العجينة ديالي عادية كيف دائما، ومن بعد كنقسمها في الوسط بهاد الطريقة وكنحشيها. نخليكم مع الصور. بالنسبة لطول العجين فخليوه هكاك، ما تنقصوش من الطول ديالها. علاش سميته سيجار بالمسمن؟ لان غادي نلويوه بزاف في العجينة وغادي يجي مورق من الداخل، فلهذا غير نلويو فيه ماشي بحال لي سيجار العاديين اللي غير كنلويوهم واحد ثلاثة الخطرات كنوقفو، ولكن هذا كنبقاو نلويو حتى كتكمل لينا العجينة كلها بهاد الشكل، وكنحطوه في طاوة اللي كتدخل للفرن وكنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الكميه كلها. نخليكم مع الصور. Thank you.
ومن بعد كندهنوا له الوجه بصفار البيض وكنزينوه بالحبة السوداء وكندخلوه الفرن اللي كيكون ساخن من قبل ضروري كيكون ساخن من قبل على درجة 225 درجة وكندخلوهم بالنسبة لهاد لي سيجار فما كنخليهمش يخمروا غير كيتعمر لنا المول اللي كيدخل للفرن الفرن كيكون دائما مشعول من قبل فغير كندهنهم كندخلهم وحنا كنكملوا في حشو المسمن ديالنا هكذا باش ما تخمرناش العجينه هكذا باش كيجيو مورقين من الداخل وكيجيو مقرمشين شي شويه اما اذا بغيتو تخليهم يخمروا ما عندكمش اي مشكل فكيجيو ايضا مورقين وكيجيو هشاش اكثر ف كيف ما حبيت ولكن كيتبدل المذاق ديالهم الا خليناهم يخمروا والا ما خليناهمش يخمروا وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيجيو زوينين بزاف ورائعين الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد شحال من وحده سالتني على هذه الطريقه فمن الاحسن بغيتو تربحوا الوقت اكثر في رمضان ولا النساء اللي كيكونوا عاملات فكنجمدوهم من بعد ما كيطيبوا غير اشنو ما كنخليهمش يتحمروا تماما كيكون باقي لهم شي شويه باش ياخذوا اللون فكنخرجوهم حتى كيبردوا تماما كنوضعوهم في بلاستيكيات غذائيه محكمه للغلق وكنجمدوهم المده اللي حبينا ومن بعد كنخرجوهم كنخليهم واحد 30 دقيقه غير كيذوبوا شي شويه ومن بعد كنعاودو ندخلهم للفرن مره اخرى غير كيتحمروا وكنحسوا بهم انهم ذابوا فكيجيو رائعين بحال الا عاد درتيهم بالنسبه الى ما عندكمش الوقت او بغيتو غير توجدوهم فوجدوهم وجمدوهم وهما مازال ما يطيبوا وخرجوهم وطيبوهم عادي فكيجيو حتى هما رائعين ولذيذ بزاف بجوج طرق واي شهيوات حضرتهم لكم في القناه فيمكن لكم تعملوا لهم نفس الطريقه في التخزين ديالهم في المجمد نتمنى انكم فهمتوا الطريقه السيدات اللي سالوني بزاف على هذه الطريقه فهي طريقه سهله وبسيطه فما عليكم غير تزعموا وتجربوها وتنال اعجابكم